من أجمل التعاليم الإسلامية وكل تعاليم الإسلام جميلة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو عن الناس تفاسير متعددة في هذا الآية المباركة، وإنما نحن نتعرض إلى تفسير منها. العفو عن الناس، إذا إنسان أساء إليك اعف عنه، خذ العفو. شو فائدة هذا الشيء؟ فائدة هذا الشيء أن الناس يلتفون حولك. أما إذا تريد الانتقام من كل إنسان قال لك زيادة أو نقيصة، الناس ينفضون من حولك. هاي أول فائدة، خذ العفو. ثم الإنسان الذي يريد الانتقام، دائما هذا الإنسان في قلق وفي اضطراب وفي سهر وفي تخطيط وما أشبه، بين الإنسان الذي يعفو، هذا الإنسان مستريح. فلان سبك، فلان أهانك، فلان ما قام لك، فلان أكل مالك، فلان ما احترمك، فلان ما استقبلك، فلان ما دعاك إلى داره لما كان عنده زواج أو مجلس أو ما أشبه، أعف عنه. قسم من الناس يقولون أنا، أنت شنو؟ أنا شنو يعني؟ الإمام أمير المؤمنين عرف أنا، يعني هاي كلمتنا كلنا، أنا شنو لباله جبل وفلق. الإمام عرفه، قال أوله نطفة قذرة. أنا لا أتكلمها وده، وكل واحد أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وبين ذلك يحمل العذرة. سيارات تشيل العذرة، شايفيها؟ أكو سيارات يعني في كربلاء شايفها، ولعل في بعض البلاد ما أكو، في أكثر البلاد سيارة تحمل العذرة. هذا شنو؟ هذا الإنسان هو هذا، سيارة تحمل العذرة، بس الله تعالى غلفه بغلاف جميل. هذا الغلاف، شنو هذا الغلاف؟ قطعة وصاخ. الإنسان شنو؟ أنا فرد مرة حسبت، حتى تعرف نفسك ويعرف نفسي، فرد مرة حسبت من رأس الإنسان إلى رجل الإنسان 30 قسم وصاخات تطلع، من حلق قسم، ومن خشم قسم، ومن عين قسم، ومن أذن قسم، ومن مخرج بوله 20 قسم، ومن مخرج القائط 20 قسم، وعرق من رأسه إلى رجله، ووصاخ في أطراف أصابعه وأطراف أصابع رجله، والتعفن من تحت إبطه، 30 قسم. الله تعالى فارك أذن الإنسان حتى لا يصور أنا شنو؟ كلمتين علم عندك مو أكثر، أو حتى أنت رئيس جمهورية شنو يعني؟ أو أنت ثري كبير عندك مليار فلوس، ومربوط بك مليار فلوس مال الناس، أمانة بيدك. قسم من الناس يفتخر عندي فرد 10,000 غنم، هو الغنم هناك يمشي هذا يفتخر، شخص. أو عندي فرد 20 بستان في أمازون، أتشن بستان مال الله هناك. فأنا تصور أن كلمة أنا كلمة الجهال، مو معنى اللغوي أنا وأنت، أنا شنو أنا؟ هذا اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى في مصر، شايفين تصوير، أنا شايف تصويره، وبعض الأصدقاء راحوا شافوا نفسه، مثل فرد رجال بدوي معادي مال أطراف صحراء موجود له رمسيس، اللي كان يتكبر على الله ويقول أنا ربكم الأعلى.
فرد رجال بدوي أسمر شديد السمرة مثل فرد بدو مال صحراء الآن موجود جسمه. هذا اللي كان يقول أنا أنت شنو وأنا شنو. الإنسان فخره بالتواضع، كل ما يكون تواضع الإنسان أكثر هذا أكثر إنسانية. أما إذا تواضعه مو كثير هذا هيج مع البهاء. المؤرخون ذكروا أن رسول الله وهو رسول، رسول يعني مربوط بالكون، مو مربوط بالشعب صغير أو جماعة صغيرة أو أصدقاء قليلين، لا لا، ارتباط بالكون، مفاتيح الكون بيده. تتمكن تصرف في الشمس، في القمر، في المجرات، في النجوم، في الإنسان، في الحيوان، في البحر، لا، لكن الرسول يتمكن من كل ذلك. الإمام الذي هو أصغر من الرسول يتمكن من هذا الشيء، يتمكن من التصرف في الكون. الإمام الحسن ذات مرة في مجلس فرد رجل سيء كان أساء إلى خدمة الإمام الحسن، الإمام الحسن قال له أيتها المرأة ما جلوسك بين الرجال؟ تحولت امرأة. كلمة الله، إرادة الله. الإمام والنبي لهم هذه القدرة الإعجازية. الإمام الحسن قال له أيتها المرأة ما جلوسك بين الرجال؟ تحولت إلى مرأة. مثل ما يقول الله، الله إذا قال لإنسان تحول إلى مرأة يتمكن، أو يقول لامرأة تحولي إلى رجل يتمكن، الله يتمكن. النبي والإمام هالشكل. فالنبي وبيده مفاتيح الكون، كون كون حيا وميتا بيده. الآن بيده، الآن تذهب إلى رسول الله وتطلب منه الحاجة، الله يعطيك حاجته ببركة رسول الله وبما يوجه رسول الله. المؤرخون ذكروا أنه لما دخل مكة وهو فاتح ومنتصر وأنه رسول وهو ملك وفي حالة الانتصار، صوروا لما دخل رسول الله مكة، المؤرخون ذكروا أنه كان راكبا على بعير قتب خلق، القتب اللي على البعير كان خلق، وعليه قطيفة خلقة. خلق يعني شنو؟ يعني قماش خلق رايح تلفان. والنبي لما دخل مكة تواضع، والتواضع لله، تواضع 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 حتى وصل جبهته إلى قربوس بعيره. أنا هذا مو مني، أنا عبد لله صغير. الرسول إنما تقدم بهذا الشيء، تقدم. المتكبرون مكانهم النار، المتواضعون هم المرتفعون. تواضع وتواضع وتواضع، الرواة يقولون رأينا أنه من التواضع، يعني قسم شايفين شامخين يقعدون هالشكل، أنا سويت. لا، الرسول تواضع 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 حتى وصل رأسه إلى قربوس فرسه أو قربوس بعيره. وثم لما أخذ بحلقة الكعبة، يعني فتح الجزيرة العربية وفتح الكون ذاك اليوم، لأن مفتاح الكون كان ذاك اليوم هذا الفتح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يتكلم حطم الاستعمار والرجعية والأقطاعية، 20 لفظ ما مربوط، وهو الاستعمار وهو الرجعية وهو كل شيء. الرسول شنو قال؟ لا إله إلا الله. الحقيقة كلمة ذهبية يجب أن تكتب في كل قصر جمهوري وكل مركز أمير وكل مركز ملك في العالم. لا إله إلا الله وحده وحده، يعني احنا هيج. أنجز وعده، يعني وعدنا فأنجزه. ونصر عبده، أنا عبد له وهو نصرني. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد. يعني احنا هيج، فله الملك، الملك إله مو إله،
وله الحمد. الحمد أم إله؟ يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة الذهبية لثورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا هذه الثورة كانت ثورة بيضاء، كانت ثورة بتواضع، كانت ثورة بحق، كانت ثورة بعدل، كانت ثورة بجمع الناس، بتأليف الناس، بمحبة الناس، بجمع القلوب، بخدمة الناس، لأنه الله صار في الموضوع مو أنا. خذ العفو، لا تنسون هذه الأمور. في الحقيقة جوهر الإسلام الأخلاق. خليكم أكبر العلماء ما عدا أخلاق، الإسلام ما يقبل في أمان الله، خلي يروح. أكبر الخطباء ما عدا أخلاق، الإسلام ما قبول، مو قبول عنه. كلكم سامعين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لازم يكون عندنا أخلاق. أنت تاجر، أنت كاسب، أنت عامل، أنت موظف، أنت بناء، أنت نجار، واحد شوف سلم عليه عمي مهما كان صغيرا، سلم عليه. الرسول كان يمر بالشارع يشوف الطفل الصغير سلامنا عليكم يسلم عليه، وأنا يقول له هو لازم يسلم علي لأنه أنا أكبر أنا عالم، أو يقول له هو لازم هشك. الكبر بالتواضع، الكبر بالأخلاق، الكبر بالإنسانية. إذن كله يسوي كبير الإنسان، يبقى في التاريخ كبيرا هذا الإنسان، في المجتمع يكون هذا الإنسان كبير. كان عندنا فريد مرجع تقليد في العراق أنا شفته، لا تنسون هذه الأخلاقيات. إذا 1000 ركعة تصلي بالليل وما عندك أخلاق صلاتك هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كان فرد مرجع عندنا في العراق كلش كبير في زمانه، وهو المرجع الأوحد لكل الشيعة تقريبا، اسمه السيد أبو الحسن الله يرحمه. أنا شايف هذا في الحقيقة له فريد شخصية فذة، أنا ما شايف شخصية عالم هالكبر واقع أبدا، ما شفت مع العلم. أنا هواي علماء شفت في حياتي في النجف في كربلاء، علماء إيران كانوا يأتون، احنا كنا نشوفهم. فرد عالم بهذه الشخصية أنا ما شفت. شخصيته إلى حيث أن رئيس الوزراء يأتي إليه يقبل رجل، مو يقبل إيده. نوري سعيد كان يقبل رجل سيد أبو الحسن، رجل يقبل. وملك فيصل، فيصل الثاني كان شاب، التقى به مرة سيد أبو الحسن في الحضرة، مسح يده على رأسه هالشكل، وفيصل قبل يده. ما شايف أنا الملك يقبل إيد عالم إلا هو هذا الشخص، هذا المرجع الكبير. وتصب من الصبح لليل باب بيته مزدحم الناس، مزدحم يعني كل بيته ممتلئ ناس، والديوانية ممتلئ ناس، إلى الشارع ممتلئ ناس، عندهم شغل، هذا يريد حقوق، هذا عنده مسألة، هذا يريد يقبل يده، هذا يريد يبارك له. فرد هالشكل مرجع كان. هذا الرجل أنا شايفه يمر بالشارع، عندنا شارع في كربلاء، شارع صغير، سوق، سوق كل الفاصلة بين الدكاكين منا لهنا، يعني السوق هالشكل، هذا هو دكاكين هنا، أكو بقال عطار بزاز خباز هالشكل، هنا هالشكل سوق الزينبية تسمى، إن شاء الله إذا رحتوا إلى كربلاء روحوا إلى سوق الزينبية، لأن السوق إلى هسه موجود، وإلى هسه فيها عطار بقال بزاز خباز، وعلى هالمعدل كباب شو من هالمعدل، كربلائيين يعرفون هذا شو شايفين، والذين رايحين إلى كربلاء إلى هذا السوق شايفين. هذا المرجع الكبير الكبير يمر بالسوق، بقال عطار بزاز، سلامنا عليكم سلامنا عليكم سلامنا عليكم سلامنا عليكم سلامنا عليكم، دكان دكان يسلم عليهم، كلهم يقفزون من دكاكينهم يقبلون إيده، لكن هو يسلم عليهم. إنسان متواضع، إنسان خلوق، إنسان لسانه طيب، من الممكن تفتح لسانكم مليون سبب تقول، لكن الأخلاق أن تسد لسانك وفرد سب لتقول، حتى إذا 100 سب سبوك كل واحد. أي إنسان عادي يتمكن يفك حلقه وكل سب يقول، ما يتمكن سب له مؤونة فك حلقك وقول أب وأم وأخت وأخ وكذا وشو، هذا مو مهم، هذا مو أفخرة، هذا حماميل يذكرون عليه، مو حماميل شرفاء أقصد، حماميل عاديين. أما أن تحفظ لسانك
ان كل انسان يتمكن يروح بالشارع يتفرج على بنات الناس، يبقى وهاي حلوه وهاي زينه وهاي طويله وهاي بيضه وهاي قصيره، هذا مو مفخره، هذا اي انسان عادي يتمكن. اما تغمض عينك وتحفظ عينك هاي مفخره، تحفظ لسانك هاي مفخره، تحفظ يدك هاي مفخره، تحفظ بطنك هاي مفخره، تحفظ قلبك هذا مفخره، تحفظ رجلك هذا مفخره، وتكون متواضع متسلم على الناس عافي عن ذنوبهم هاي ذني مفاخر. الانسان بالاخلاقيات يتقدم، الامم بالاخلاقيات. خذ العفو، يقول سبني خلي يسبك الله بالمرصاد له، ثم أن هو سب وأنت سببت، أنت سببت هو سب. أكو في الحديث عن رسول الله المتسابان شيطانان متهاتران، يعني اثنين شيطان يتهاترون، شلون المتسابين هذي يسب وهذي يرد، هذي يسب وهذي يرد، على هالمعد. هذني آداب، هذني سلوك، هذني أخلاق، هذني اجتماع، هذني فاهم. في ظنه أنه فعل الزين، بأسعدت زوجتي شنو هي؟ أنت شنو؟ هي يقول هي شنو؟ أنت شنو؟ أو يبسط أخوه، أو يبسط ابنه، أنت شنو؟ أو يبسط معلم تلميذه. صحيح يبسط المعلم تلميذه والأب ولده للتأديب وبقدر، أما يبسط تشفيا واعتباطا في يده هذا الغلط. الصحيح أن الإنسان يكون مؤدبا في أخلاقه، في لسانه، في أذنه. فرد واحد سب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، سب الإمام، فرد واحد إنسان بعيد، الإمام ما قال شيء، هيش ما قال، سبه مرة ثانية، الإمام ما قال شيء. لأن هذول الأمويين واقعا لماذا قرضوا عن الحياة؟ لأنهم كانوا أجلاف. وإلا فرد واحد مثل الإمام زين العابدين، العالم العابد الزاهد المتكتر، فرد واحد يسب في وجهه، سب الإمام مرتين ثلاث مرات، الإمام ساكت عنه. بعدين ظن أن الإمام لم يفهم، قال إياك أعني وإياك أتكلم. الإمام قال وعنك أغضي، أنا افتهمت استسبني إلي، لكن عنك أنا أغضي. واحد آخر من هذول بني أمية سب الإمام الحسن، يعني من أتباعهم، سب الإمام الحسن، سبه وسب أباه، سب أمير المؤمنين. هو الإمام وقف حتى خلص الصف، الإمام توجه إليه قال يا هذا أظنك غريبا، إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عاريا كسوناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كان ليس لك مسكن فبيتنا يرحب بك. كم واحد اسم مسلم الشكل عندنا؟ تعال يقولون احنا لوش المسلمين متأخرين، ما عندنا أخلاق، ما عندنا سلوك، ما عندنا آداب، ما عندنا موازين، تتأخر واقع. أما جيب هالأخلاقيات كل العالم يلتفون حوله. لما قال له الإمام الحسن هذا الكلام قال يا ابن رسول الله أتوب إلى الله مما قلت لك، والله يعلم حيث يجعل رسالته. يعني أنتم أولاد الرسول، أنتم الأئمة، أنتم الطاهرين. الإنسان لازم أخلاقه مع أبيه، مع أمه، مع صديقه، مع جاره، مع زميله، مع الأكبر منه ومع الأصغر ومع الأوسط. الإمام الباقر أظن أو الإمام السجاد أحد الأئمة دخل على عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور، والذي أنا لست مخلصا له، بالعكس كثير من الناس مخلصون لعمر بن عبد العزيز، وهذا اشتباه لأنه لا يخلص له. هو لا شك في أنه أحسن من غيره، لكن الأحسن مو معنى على أنه يعني الزين. فرد واحد غصب دارك وسبك، الثاني يجى غصب دارك وما يسبك، هذا الثاني زين صار؟ إذا زين رد داره عليه. على كل، الإمام السجادة والإمام الباقر عمر بن عبد العزيز، عمر قال للإمام يا ابن رسول الله اذني، فرد موعظة، لا تنسون هالموعظة. الإمام الباقر والسجادة والترديد مني بطبيعة الحال في التاريخ موجود، قال له اعلم أن المسلمين على ثلاثة أقسام،
أكبر منك ومساو في العمر لك وأصغر منك، فاجعل أكبرهم أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا. فبر أباك وعطف على أخيك وترحم على أبنائك. مضمون كلام الإمام. قال من شوف المسلم هذا لا تقصد، إما أكبر منك أو مساوي لك أو أصغر منك. إذا أكبر منك قل هذا بمنزلة أبوي احترمه لأنه أبوك، وإذا مساوي لك عمرا قل هذا أخوي احترمه لأنه أخوك، وإذا أصغر منك قل هذا بمنزلة ابني احترمه كما تحترم ابنك. الإمام قال له هذه الكلمة. الإنسان لازم يكون هالشكل في معاملاته، تاجر، كاسب. إن شاء الله يأتون نصفكم في المستقبل موظفين. موظف لازم يخدم، موظف لازم يخدم البلد، مو أن الكرسي ملك له ولا ملك لأبيه أبدا. من كبير الموظف إلى صغير الموظف يعني خادم، هذا هو لا أكثر ولا أقل. فأنت إذا رحت وراء الوظيفة جاءك مراجع، مشي شغل عمي دقيق قبل أحسن. قسم من الموظفين أنا شايفهم في الحقيقة أخلاقهم طيبة، يأخذ المعاملة بيده يطيل هالدائرة 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 يمشي ويخلص الموضوع يطيله في أمان الله روح. وقسم من الموظفين فرد يوم في كربلاء جاءني فرد واحد هو متأذي من أصدقائنا، قسم هذا قبل 10 سنوات 15 سنة ما أدري ما ليش وقت كان. قلت ها شنو هو متأذي؟ قال في الحقيقة اليوم هذول الموظفين بهذلون يا فريد، بهذل على اصطلاح الكربلائيين ما وراه شيء خير. قال احنا رحنا هناك اولا في سراي في كربلاء ذاك اليوم السماعة ادري في الحقيقة ماكو مراعاة للمراجعين، لازم عمي يكون سقف. اذا صار بيدك دائرة وما فيه سقف للمراجعين حاول فرد سقف، لان هذا بشر مثلك، انت قاعد وكونديشن ومستريح وما يبارد وكل شيء هذا واقف بالشمس، هل هذا من الصحيح والعدل؟ انا شفت في كربلاء فرن مركز للحكومه يسمى بالسراي، السراي غرف اكو وصاحي والناس يقفون تحت الشمس. ذاك اليوم اللي انا شفته فرد مناسبه انا رحت للسراي، هذا في مرضى القزويني كانوا ماخذين يريدون استسفيره الى تكريت في قصه، فرحنا جماعه الى زيارتي شفت السراي وشفت وضع السراي عنا. ومرة ثانية من رحلة السراي مناسبة ثانية مناسبة احتفال الإمام أمير المؤمنين رحنا في قصة. الشاهد على أنه فهذا الصديق ينقل يقول في حر احنا مراجعين لعله 200 مراجع لعله 500 مراجع رايحين ساعة 8 ساعة 7 ونص ساعة 7 منتظرين. هذا مو قسم الكربلاء، ها قسم مالك ومالي اللي نصير في المستقبل ورا الدوائر ورا الميوزة نقعد. يقول على أنه ماكو، هذا يريد مدير الشرطة ماكو، هذا يريد معاون الأمن ماكو، هذا يريد متصرف ماكو، هذا يريد القاضي ماكو، هذا يريد الحاكم ماكو، عجيب شيء. هذا يريد المعاون ماكو، لأن السراي تعلمون خصوصا كل حكومة كربلاء مجتمعة في مركز واحد يسمى بالسراي. يقول تعطلنا من الصبح ساعة بين 7 جايين و7 ونص جايين و8 جايين و8 ونص جايين و9 10 ونص 11 شنو هذول ما جايين آخر متعجبين احنا والناس في الحر، وهذا عنده شغل وهذا عنده كسب وهذا عنده دكان وهذا عنده سفر وهذا عنده طبخ وهذا عنده مسواق على الاصطلاح. يقول من الصدفة فرد واحد من اصدقائي راح فتح فرد باب من الابواب، لان هو غرفه اكو بالسراي، فتح فرد باب ما ادري صديقي هنا كذا، شاف هذول كلهم جايين هنا يلعبون قمار معطلين الناس واشغال الدولة. واتوا في مكان، لان مكان الدولة مكان محترم مقدس لا شك فيه، مقدس بمعنى انه هاي محل الخدمة، جايين معطلين الناس يلعبون قمار في السراي. هذا حكي في الحقيقة. يقول الناس قاموا يصيحون ويسبون لكن استهتار. اذا موظف صار مستهتر بحقوق الناس فالشكل يطلع. فانسان اذا موظف، الموظف يجب ان يعرف هذا المراجع اليه، هذا المراجع مثله بشر، عنده زوجة، عنده كسب، عنده دراسة، عنده وظيفة، عنده رواح، عنده مجيء. تقدر تسوي له سوي له، ما تقدر تسوي له حقيقة بعد يومين قل له يومين، لا تقول له بعد أسبوع تعال أو بعد باشر عقبة وعقبة وعقبة وعلى هالمعدل. إذن يا أخلاقيات،
المسلمون تقدموا بالأخلاقيات، والغربيون اليوم تقدموا أيضا بأخلاقياتهم. صدق أن كثيرا من الغربيين، ما أقول كلهم، أخلاقياتهم كلش متقدمة، معاملاتهم للناس، أخلاقياتهم ما أشبه كذا شيء. هنا إنسان يشيل دولة مخلي في الاستعلامات 4-5-6-4-3، إنسان يخابر ما يريد، يريد في التلفون، يأخذ التلفون يخلي على القاع خلاص. عمي هذا عنده شغل، شنو تشيل التلفون تخلي على القاع؟ أنا ما أعرف أين الاستعلامات منه، لكن أنا أدري أن الحكومة مخلية في الاستعلامات 10-20، لأن كل مرة إنسان يسفر الصوت يسمع نية وولد وهذا صوت وهذا صوت وكذا. هذا مو استهتار في الحقيقة بحق الحكومة، بحق الدولة، بحق المال، بحق الشعب، بحق الله. الإنسان موظفا، عالما، كاسبا، طبيبا، أطباء نفس الشيء. بس ماكو طبيب في مجلس، اكو طبيب حقيقة إنسان يراجع آدمي مؤدب يتكلم كذا. فرد مرة جبنا فرد طبيب الوالدي الله يرحمه، أخذ هواي فلوس على ذاك اليوم، طبيب ذاك اليوم وجرته نصف دينار، أخذ 15 دينار، يعني طبيب ممتاز هذا. بعدين أنا سألت منه، كتب راشية الوالدي، أنا سألت منه، لأن أنا مهدي فرد معلومات بسيطة عن الطب، سألت منه فرد السؤال، قال أنا ما يخصني هالتكلم. شنو أنت ملك ما يخصك هالتكلم؟ ما أذكر منه كان شنو اسمه، قبل 20 سنة على القصة. أنا ما يخصني هالتكلم. أنت حكي، أنت بشر وأمامك بشر، ما أنت على أمرتي 4 كلمات أكثر تعرف، لا أكثر ولا أقل من هذا. خذ العفو، الأخلاقيات لتنسوها، والإنسان حسن الأخلاق في بيته محبوب، في عائلته محبوب، في المجتمع محبوب، عند الحكومة محبوب، عند الشعب محبوب، عند الله محبوب. الرسول يقول جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فرد قصة أخرى ما نقول لكم، وهذه الليلة أطلنا. أكو في الحديث الإمام زين العابدين إذا أراد السفر إلى الحج كان يذهب مع قافلة لا يعرفونه، يذهب مع قافلة، القافلة جاي من بربر، من تركمانستان، من معادي أفغان، فرد قوافل اللي ما يعرفوا، لأن قوافل مدينة ومكة وعراق وحجاز يعرفون الإمام، لكن قوافل جاي من الخارج ما يعرفوه. إذا لم يمرون على المدينة الإمام يلتحق بهم ويكون فيهم، لماذا؟ حتى يخدمهم. وتدري السفر وتعب وفوق الخدمة. لكن هذا الولد المحترم الشاب أو الشابة المحترمة لا يساعد ولا تساعد أمه ولا أباه في دكانه أو بيته. أنت شاب موظف صحيح، شفت بيتك مو نظيف أكنست، رسول الله كان يكنس بيته، يعني أفضل من رسول الله؟ الرسول يقول الصديقون من أمتي من يخدم بيته، هذا صديق من أمة رسول الله. شفت زوجتك المسكينة أو أختك أو أمك أو أي واحد، حتى الخادم في البيت، هذا مغسل ملابس وجتلها وعرق وكذا، شو يساعد؟ ساعدها. الإمام السجاد كان يسافر مع قافلة لا يعرفونه حتى يخدمهم. حقيقة إذا تعلمنا تعاليم الإسلام التف العالم حولنا، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.